تحتاج تقريبا راس قرن بيض مسلوق، شوفه بعد يطلع منه البخار سالقته، حبتين بصل متوسطة مثرومة ناعمة، طماطاية يعني متوسط الحجم وشوية بقدونس مثروم، 2 شلاق زانة، وجبن موتزاريلا. طبعا شلاق زانة هي هاي الكريمة القابلة للخفق، وعندنا الجبن اللي هذا جبنة الشيدر أو الكودا وموتزاريلا. وهنا عندي تقريبا نص كيلو لحم طلعته انا مذوبته بالثلاجة كان مجمد، وراح نبدي الشغل. هنا حطينا اللحم تقريبا شوية زيت على النار وبالطاوة، راح نحاول نحمص اللحم او نحمسه، نقلبها زين الى ان يذبل البصل. نضيف تقريبا ربع خاشوقة اكل كبابة، اللي ما عنده كبابة ممكن يستعمل 7 بهارات، اي نوع بهارات متوفرة. ونضيف خاشوقة كاملة كاري، مو كركم، كاري هذا الهندي ريحته كلش قوية تخبل. وهنا ضفنا الطماطة والبقدونس وقلبناهم كلش زين. راح نجيب اي صحن ممكن يدخل للفرن، هذا صحن يدخل الفرن او صينية او اي صحن بايركس اي شيء. هنا راح نقطع القرنبيط ناعم. هنا بعد ما خلصنا من التقطيع صار هسه هذا بالصحن، شوفوا مبين، ونجيب الحشوة نحطها فوقاته. نحط الحشوة أسفل. هنا بعد ما حطينا الحشوة بالكامل نرتبها نوزعها بشكل متساوي، وهسه راح نحط عليها القشطة، القشطة اللي قابلة للخفق سائلة تكون. طبعا ما متوفر عنده هاي القشطة، مثلا بالعراق يقدرون يستعملون قشطة بوك او القشطة اللي يستعملوها للريوق، بس شوية يخففوها بماء، ضيف شوية جبنة مبروشة، عندنا هاي جودة اضيفها، وعندي عندي موتزاريلا، 2 راح اضيف منهم. نوزعها بشكل متساوي، نحاول كل مكان نحطها. هسه هنا بعد ما كملت حطينا لها الجبن جاهزة، راح نحط عليها شوية بابريكا حمراء اللي هي هذه اللي اسمها تشيلي فلوكن، تشيلي فلوكن يعني تكون خشنة شوية، شوف شكلها تكون خشنة. تقريبا نص ساعة ثلاث ارباع الساعة حسب ما تستوي على نار متوسطة لا عالية ولا منخفضة، يعني تقريبا الفرن يكون 170 اذا بنكر، وفوق وتحت اذا فرن عادي، يعني حاول نار زينة تكون. هنا 170، وهذا شكلها اول ما طلعت من الفرن، هذا شكلها. بس نقطعها ونحطها بالصحن. وهذا الشكل النهائي للطبق. صحتين وعافية.